لكم، انا اسمي مريم من Inner Beauty Buzz، واليوم بدي احكيكم عن السيلولايت والسيلوليت، كيف بتخلصوا منه، كيف بتخففوا، وكمان شو هو. هلا السيلوليت سيلولايت على البشرة، عادة على الرجلين ومكان المؤخرة، وإذا بتفكروا أن قشرة البرتقال في محلات لفوق وتحت فوق لتحت، هاي نفس الشيء مع السيلولايت، هاي called dimpling effect بالإنجليزي، هاي السيلولايت. ومش لازم دايما أني الستات أكتر بالوزن عنده سيلولايت، كمان الستات الضعيفة كمان عندهم سيلولايت، يعني في 70% من الستات عندهم سيلولايت. وليش؟ يعني في أكتر شيء بس الأكل، الجينيتكس، يعني كيف يعني الماما والتيتا عندها سيلولايت، عادة أنت فيك عندك سيلولايت. وكمان في طريقتين أنا بدي خبركم عن كيف بتخلصوا من السيلولايت. يلا جاهزين؟ يلا أول شيء هاي الليفة، اللوفة الليفة، هاي ناشف ما في مي، يعني قبل الحمام لازم تعملوا هاي dry brushing بالإنجليزي، يعني brushing ناشف على البشرة. ولازم يعني بس فكروا انه هاي الرجلين ويعني اي شيء، بس بشرة ناشف وكمان الليفة ناشف لفوق 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 هيك، اوكي؟ وتعملي كل البشرة كل الجسم هيك، اوكي؟ قبل الحمام كل يوم كل يوم كل يوم، هاي كتير منيح للبشرة، وبتشوفوا يعني هاي بتساعد الدم بيروح على فوق البشرة، وكمان بتشيل كل شيء مش منيح من البشرة كمان. هاي الليفة. الثاني شيء الخلطة مع القهوة. هلا القهوة مش القهوة العربية يعني الباودر، هاي قهوة خشنة شوي، شوفوا اوكي، وهاي القهوة الأصلي، هاي مش نسكافيه، هاي قهوة قهوة، اوكي. جيبوا قهوة بدكم تقريبا ربع كاس من القهوة، بدكم كمان السكر الأسمر، بدكم يعني 3 سبونز من السكر أسمر، وكمان بدكم زيت الجوز الهند، وإذا ما عندكم زيت الجوز الهند، زيت الزيتون منيح وزيت اللوز منيح، أي شيء مش مشكلة، اوكي. وبدكم يمكن يعني 1 سبون بس من الكوكونات اويل، اوكي. وهلا تخلطيهم مع بعض، وهلا عندك الخلطة، هاي السكراب من القهوة والسكر والزيت، اوكي. هلا القهوة كتير مهمة عشان هاي بتشيل كل شيء مش منيح من الجسم من البشرة، أو كتير كتير منيح للسيلولايت. سو إذا بدكم يخلصوا من السيلولايت، بس قبل يعني بعد الليفة dry brushing، بعدين تعملي السكرابينج مع الخلاطة، أوكي. وكمان يعني مش لازم في ماء البشرة، ما في ماء ناشف، بس فوكس يعني جربي خلي هذول المناطق انهم السيلولايت، تعملوا السكراب هاي المكان، اوكي. وخلي يعني تعمل سكرابينج يعني دقيقه دقيقتين، وخلي شوي البشره يعني 5 دقائق اذا فيكم وقت، بعدين بس يعني واشت غسلي مع المي وخلص، اوكي. وتعملي هاي الخلاطة يعني 2-3 أسابيع، يعني كل يوم، اوكي، منيح. اذا بس بتفوكس يعني ركزوا على المكان فيه السيلولايت، يعني اكتر شيء الرجلين المؤخرة، هاي اكتر مكان عندهم السيلولايت، اوكي. وجربوا واحكوني كيف شو صار ببيتكم، او كمان شوفي الفيديو كيف بتنزلي الوزن، خسروا الوزن، شوفي الفيديو تبعي، إذا حبيتوا شوفوا هاي كمان بتساعدكم مع السيلولايت مع الوزن، أوكي؟ وشكرا للمشاهدين، وإن شاء الله بتستفيدوا من هاي الفيديو. وهلأ بدي شوفوا كيف بتتعملوا سكرابينج، يامي.
انا حبيت الريحة. اوكي وخلص وخلي شوي يعني خلص دقايق اذا انهم انكم وقت وشوفوا الريزولتس يعني اثنين مرة مرتين ثلاث مرة بالاسبوع وشوفوا السليولايت شوي شوي بتروح. اوكي وكمان لازم تعملوا رياضة بليز واكل صحية وشوفوا شو عم بصير. اوكي شكرا للمشاهدين وان شاء الله بتستفيدوا من هاي الفيديو. اذا حبيتوا بليز لايك وبليز سبسكرايب لو سمحتوا وان شاء الله من المرة الجاي خليكن حلوين. باي.